كل يوم الساعة 6 على شاشة الام تي في عم نكون مع اخترا بالحي، الدراما يلي بتجمع نجوم من الشاشة الصغيرة، أكيد عم بتتابعوا هالقصة، قصة حب ولكنها عم تتعقد كثير بعد ما انفضحت كل الأسرار، شو معقول تكون النتيجة؟ خلينا نشوف. بدك شي خيي؟ أنا داهرة. لوين رايحة؟ رايحة لعند نغم شوي. انت شو عامل؟ انا مشغول شوي. بشو؟ باني بلش حياة جديدة. عندي كم شغلة بدي اعملهم. ما تخوفني مجد. ما تخافي. خلص روحي انت عند نغم وسلم عليها. طيب اوكي، بدك شيء؟ رح ترجع تلاقيني بالبيت. يلا باي. جويل داغر، مازن معظم بالاشتراك مع عماد فغالي، نيكولا معوض، سينتيا خليفه، جوي كرم، بالاضافه لنجوم الشاشه الصغيره اللي بتحبون السيده وداد جبور، السيده مارسيل مارينا، استاذ جورج دياب، السيده منى كريم واستاذ عاطف العالم، كلهم بيرفقوكم بحلقات اخترا بالحي الساعه 6 على شاشه الام تي في. اما الليله رح نكون الساعه 9 الا ربع مع حفل وائل جسار ضمن اعياد بيروت مع مجموعه من اجمل الاغاني. خلينا نشوف مشهد. لما انا شفت عيوبه مفيش اجمل من كده، حبيته لما انا شفت عيوبه مفيش اجمل من كده. أما الساعة 11:30 رح نكون مع ورد الخال، طلال الجردي، ديامون بعبود، عصام بريدي، عمر ميقاتي، ساميا الجزائري وأكثر غيرهم، ولكن هون رح نشوف كوبليت بمواقف اجتماعية كوميدية كتير حلوة وأغلب الأوقات كتير صحيحة كمان. خلينا نشوف. يعني بفهم من حديثك إنه ناوي تعيش معنا هون بالبيت؟ الله يخلص العلاج. لك ليه ما بتقشوا معك على الكلينيك؟ ما في، ما أنا ما عندي كلينيك. كيف بقى؟ كيف بدي افتح كلينيك اذا انا ماني طبيب نفساني؟ نعم؟ ما هلا قلت لي انه جاد مريض، ليك جيمي ما تجنني. مريض بإلهامه. إلهامه؟ بتشتغل ملهم حضرتك؟ يقبرني ربك شو شلخة. ومن وين تعرفت على جاد طالما ما عندك كلينيك؟
سوري ما في خبرك سر المهنة. هيك لكن سر المهنة. بحب خبرك دكتور جيمي انه انا وجوزي ما في بيناتنا اسرار، اوكي؟ ليكي كلمتين بدي قلك اياهن يا بنت الفرنش. انت تجوزتي جاد لانه بدك رجال حمش يخليكي تستحي تطلعي بحالك بالمراية، بس هيك نوع رجال ايديهم خشنين وما بيشربوا بكبيات كريستال يا حوا، وما بياخدوا اوامر من نسوانه، ما بيتجوزوا. انت بدك رجال وتبعدك. سهرة ممتعة على شاشة الام تي في، اكيد رح ترافقونا. اما هلا رح ناخذ وقفة من بعدها بنكون مع اوروسكوب، خليكم معنا.